طيب اذا بنصبح عليكم بالخير من جديد. زي ما احنا وزي ما انتم شايفين اجواء كثير حلوه، اجواء كثير مميزه بالبحر الميت، وبالتحديد من منتجع وسبا اكرام بلازا البحر الميت. طبعا التغذيه لازم يكون في لها دور، واحنا عم نتشمس واحنا عم نتعرض لاشعه الشمس، فاليوم رح نحكي عن اهم الاغذيه اللي لازم نتناولها بحال تعرضنا لاشعه الشمس، وحتى ايضا نقي انفسنا من التعرض لضربات الشمس. رح تكون معنا اخصائيه التغذيه ربا مشربش. ربا كيفك؟ اهلا اهلا، شو اخبارك؟ كيفكم؟ تمام الحمد لله. ربا، اول شيء بدي اسالك، هي الواحد لما بروح هيك باجازه حتى لو على نهايه الاسبوع وماشي مثلا على نظام معين، بس لما يروح ويسافر ويجي على منتجع بدك عندك مغريات زي المغريات الموجوده في منتجع وسبا كرام بلازا البحر الميت، شو الحل بهالحاله هاي؟ هي المشكله انه الواحد بكون رايح، وفي منهم حتى بيحاولوا ينحفوا قبل الرحله لانه بروحوا ومخططين ببالهم اني انا رايح ازيد 3 4 كيلو. هلا التغذيه كثير ضروريه. اول شيء بدنا اهم شيء الثلاث وجبات اللي قلتي عنهم بدنا نكون نفكر كثير مزبوط بالاكل اللي عم ناكله. مش رح نحكي نحرم، رايحين ننبسط واكيد رايحين ناكل من الاكل الموجود، بس بدنا نحاول ننظم وجباتنا. يعني احنا اكيد في حلو فطور غدا عشاء بالبوفيه، اكيد في حلو، فبدنا نفكر نخصص مثلا وحده من هدول الوجبات هي اللي تكون فيها الحلو. يعني انا اذا جعبالي كثير اكل حلويات بخلي وحده من هدول الوجبات مثلا ممكن الغدا، لاني انا عارفه اني بعدها رح اطلع امشي اسبح اذا كان في رحلات على بالصحراء على المترات او غيرها، فنخلي مثلا وجبه الحلو ممكن وحده من هدول الوجبات. بعدين الاختيارات الصحيحة اللي هي من أهمها السوائل اللي بنشربها، كتير بنكون قاعدين على البحر وعم نشرب كميات كبيرة من السوائل. صح، هون بنبدأ إحنا نفكر مظبوط إنه يعني في عنا كتير أنواع من العصائر، في عصائر طبيعية وفي عصائر غير طبيعية. ممكن نروح على الخيار الأول اللي هو العصائر الطبيعية، لأنه أنت بدك تفكري من هذا العصير أوكي أنا جعبالي أشرب عم باخذ سوائل، بس خليني آخذ عصير طبيعي عشان آخذ الفوائد. يعني مش ضروري عصير اللي هو المبكت أو المش طبيعيين، وعادة بكون موجود بالمنيو الموجودة أو لائحة الطعام. يعني إذا بنلاحظ عليها، كنت عم بتطلع قبل شوي على اللائحة، حاطين مثلا العصائر الطبيعية وعصائر عادية. فممكن نروح على العصائر الطبيعية، إحنا حاطين جابونا اليوم مثال فراولة وبرتقان وليمون. طب ايش اكثر شيء بيروي؟ هلا اكثر شيء بيروي اللي هو الليمون. اوكي صح. وهو اقل بالسعرات الحراريه، حتى بكون في سكر، بس بكون في سكر مرات، بس مقارنه بهدول بكون هذا اكثر شيء بيروي، بس حسب قديش عم بحطوا سكر، هاي اللي ننتبه لها. عصير البرتقان يعني اختيار كثير جيد، والفراوله لانه عاده هاي بتكون اكثر شيء سهل انه يكون طبيعي، اسهل شوي مرات من الكوكتيل، لانه الكوكتيل مرات بنخلط مرات بكريمه مرات بانواع حليب، فممكن انه شوي سعرات الحراريه تكون كبيره. بس بنرجع نحكي كم من كاسه بدنا نشرب منها، لانه بالقليله كل كاسه فيها من 150 ل 200 سعره حراريه، حسب زي ما حكيت ديالا اذا حاطين سكر اضافي ولا لا. فخلي هدول السعرات الحراريه للوجبه الاساسيه او لوجبه العشاء او وجبه الفطور، ونخلي مثلا القعدة النهار او هذا اللي قاعد فيه باليوم نشرب كاسة عصير واحدة مثلا، واحنا عم نتشمس حتى او احنا عم نتشمس بشوب كثير الواحد. هلا الخيار الاول اللي هو المي، طبعا لانه احنا بنخاف من فقدان السوائل بكميات كثير كبيره. قد ايه لازم ناخذ مي واحنا عم نتشمس؟ اكيد بده يكون اكثر من اليوم العادي اللي احنا مش عم نتشمس فيه. قد ايش؟ بالحالات الطبيعيه احنا السيدات بياخذوا 2 لتر، الرجال بياخذوا 3 لتر، بدنا نحاول نوصل ل 4 لتر من السوائل على البركه. عم نقول تقريبا كم من كاسه مي؟ يعني اللتر 4 كاسات. اوكي يعني 8 بده يكون تقريبا 16 كاسة. 16 كاسة لحتى نتجنب بيصير معنا ضربات شمس. هاي اهم شيء نخاف منه، لانه الجفاف والشعور بالعطش هي اخر مرحلة نشعر فيها قبل ما يصير في عندنا ضربة شمس. يعني اعراض ضربة الشمس تعب، ارهاق، تعرق كثير كبير. الشعور بالجفاف والعطش بكون اخر يعني بتقدر تحكي رسالة بتنبهك انه لازم في ضربة شمس مي. خاصة للاطفال. كتير بدي انبه للاشخاص اللي بيطلعوا بيسبحوا او بيعملوا مجهود رياضي، لما يكونوا انت رايحه رحله عارفه انه بالبروجرام تاعك في عندك نشاط رياضي، هدول الاشخاص كتير مهم قبل التمرين او قبل الرايح عليه النشاط العامل عليه بده يشرب تقريبا من نص للتر قبل 3 ساعات يكون مخلصهم، وخلال التمرين اذا عم بسبح اذا عم بيلعبوا على دراجات او اي شيء تحت الحراره يشرب كل ثلث ساعه تقريبا 200 ملي، يعني تقريبا كاسه شفاط صغيره عشان يتجنب فقدان كميه كبيره من السوائل. شو بدي هلا؟ في عنا هون بطيخ وشماعه، بحاول اقاوم اخذ ما اخذ، استني على الهواء بيقولوا انا من امبارح بقول لديانا نفسك بطيخ.
البطيخ هذول. 12 بالليل وهي بتقولي نفس البطيخ. تفضلي. ثانك يو فيري ماتش. اوكي طيب هلا في عنا احنا هون شمعة ببطيخ. انا امبارح حاسه انه الشيء الوحيد اللي راح يرويني وانا تحت اشعه الشمس هو البطيخ، فايش احسن واحنا عم نتشمس البطيخ والشمام؟ كثير ناس بتسالني انو احسن، انو اكثر فيه سعرات حراريه، انو اكثر فيه سكر. الكوب الواحد يعني تقريبا انو اكثر فيه مي. الكوب الواحد من البطيخ فيه 46 سعره حراريه، الشمام فيه 64 سعره حراريه. يعني نحكي انه الشمام سعرات الحراريه اكثر. نسبه السكر بالشمام الكوب فيها 14 جرام، هذا الكوب من البطيخ فيه 9 جرام، فنسبه السكريات والسكر بالشمام اكثر. أوكي. اوكي بس نسبه السوائل كمان بالشمام اكثر. يعني في ناس بفكر انه بالبطيخ اكثر بس هي المي في الشمام اكثر. بس للاشخاص اللي عم بيعملوا ريجيم وكثير بحبوا البطيخ والشمام ممكن يروح على البطيخ اكثر من الشمام لانه سعراته اقل. بدي بس شيء كثير مهم، البوتاسيوم عالي جدا بالشمام، يعني الكوب الواحد فيه 400 ملي جرام من البوتاسيوم. أوكي. كثير مفيد للاشخاص، احنا بنخاف من ضربات الشمس وفقدان الاملاح، خاصه الاشخاص المعرضين اللي هم الاشخاص المصابين بامراض القلب، اللي عندهم مشاكل كلى، اللي عندهم مثلا مشاكل بال غير يعني امراض قلب وغيرهم هدول، والسكر كثير مصابين، لا معرضين اكثر انهم يخسروا سوائل، بدهم يركزوا انهم يشربوا كميات كبيره من السوائل. وبما انه البوتاسيوم عالي بالشمام لمرضى السكري ومرضى اهم شيء ارتفاع ضغط الدم ممكن يروحوا على الشمام. وهي حلو نركز انه بالرحلات كثير في انواع حلويات موجوده، فممكن يكون الخيار الاول اللي هي الفواكه بانواعها، بطيخ شمام سلطات وسلطات الفواكه. وفي كمان كم عم بتطلع على ال، بس قبل ما تطلع انه عن جد الواحد كيف بده يقاوم هالمنيوز هاي كلها قائمه، شايفه ايش زاكي يعني خبر رجيم بلا بو بلا هم باين خلص ما بدنا اياك. لا ما بدنا. لما الواحد لما الواحد بهيك باجواء حاره ببلش يعرق، ايش اكثر شيء بفقد لما يعرق؟ اهم شيء اللي هو المي، كميات كبيره كبيره من المي والاملاح. الاملاح اوكي يعني لازم ناخذ، اذا عم بيعرق كثير 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 بيعوض اهم شيء سوائل، وممكن كمان شويه اشياء مالحه طبيعيه، يعني ممكن اجبان شوي، ممكن يعني هون مكسرات. مكسرات جابوا لنا عشان يعني عارفين بس بدنا نلبسها مع سوائل، الواحد بنقصه مع سوائل. كمان حلويات كثير حلو ناخذها، الكثير بحب الحلو. انت ما بتقاومي الحلو صح ديالا؟ بعرف كل انواعه. هلا طلعي ممكن الخيار الاول نروح على البوظه، اذا كثير جعبانه حلو بدناش فواكه، لانه في ناس بيقول لي بديش اكل فواكه، يعني احنا دائما بنحكي الخيار الفواكه خصوصا فواكه الصيف. لا شوفي هي بالشتاء بتزرع الفواكه لانها محصوره قليله، بس بالصيف الفواكه كثير. بس طريقه التقديم مش بتخليكي تاكلي؟ طريقه التقديم بتخليكي طبعا طريقه التقديم، ودائما احنا بنربط موضوع الرحله او الشطحه زي ما بالاكل قبل ما تفكري وين بدك تروحي بتقولي شو بدنا ناكل شو نحضر، صح فكريش وين بدك تروحي. بس اذا في حلو يعني بحب نروح على ممكن البوظه، ممكن المثلجات تقريبا سعراتها الحراريه كثير من انواع الكيكات الثانيه، واصلا مرات الكيكات الثانيه اللي فيها كريمه بتشوب كثير، غير انه عم تاخذي كميات كبيره من السعرات الحراريه. بنروح على البوظه والمثلجات والفواكه، بعدين نروح على الخيارات الثانيه بس بكميات كثير معقوله وقليله. اكيد طبعا تفضلوا. هلا احنا بناكل بس بدنا شوكه عشان ما نوقع علينا مايس. بدك شوكه؟ اوكي. ربا احكي لنا المنيو اللي موجوده، ايش اكثر شيء يعني مثلا هيك نزلنا على كرام بلازا البحر الميت وفتحنا المنيو، ايش بتفضلي انه احنا نطلب؟ هلا كل منيو انا اللي عجبني فيه وملاحظات الصراحه اول مره بنتبه، مش كل المطاعم والفنادق بيحددوا كميه اللحمه، يعني مرات بكثير انواع الرجيم بنقولها مثلا كله تقريبا 150 جرام 200 جرام لحمه، في ناس ما بيعرفوا قد ايه. اللي عجبني اول شيء محددين كميه اللحوم الموجوده عشان تعرفي انت قديش تاخذي من البروتينات. هلا كثير بنقدر نلاقي خيارات، عفوا لازم ناخذ اللحمه مثلا يعني بمعدل ما يتعدى 150 200 للشخص الواحد جرام. طبعا جرام. بس اذا بدك تاكلي اجبان وبيض على الفطور وبرضه بدك تاخذي ستيك او جاج على العشاء، بدك تنتبهي لكميه اللحوم اللي عم ناخذها لانه برضه ما بدنا نكتر منها. ممكن اذا اخذنا ستيك او دجاج او سمك، طبعا السمك دائما بالاوتيلات كثير زاكي، ونروح على السمك ومش دائما بنحضره زي ما احنا بنشوفه بالمطاعم والاوتيلات، فممكن اذا السمك على الغداء او نستغل انه انت مسافره رايحه على بحر رايحه على محل فيه بيقدموا اسماك كثير، نستغل انه ناكل السمك بهاي الاجازه.
ونخلي الدجاج واللحم نعم كلهم لحقين عليه. يعني امبارح السمك المشوي كان بسلطان ابراهيم ببرج الحمام كان روعه طبعا، اذا انه كان مقلي بس ماشي الحال مش مشكله زي انا كثير قد ايه اكلت ديالا يعني 5-7 سمكات صغار لا صغار انا اكلت برجر وهيك حليت شوي بالليل الساعه 11:30 بالليل كمان جابوا لنا كمان هيك اجبان كثير صحيه ام علي وكذا ابدعنا بس بنأيسكم بس ترجعوا نتأكد هلا بنخسرهم مع العرق اللي عم عنجد مع هلا كمان مع الصباحة وهيك أكيد. هلا في إشي كمان كتير مهم إنه بكل منيو بنقدر نطلع عليها نختار الأشياء ما يكون مكتوب فيه. بعض السلطات اللي فيها بتدلك إنه فيها سعرات حرارية زي كريمة زي مثلا بكون مقالي مكتوب مقلي. نروح على الأشياء المشوية، في سلطة كتير مشهورة اللي هي الفينيغريت بكون عندنا بس عبارة عن خل وكمية بسيطة من الزيت. وممكن كمان إشي عشان نتحكم لأنه مرات بحطوا كتير صلصات على السلطات، ممكن قولهم نحط صلصة على الجنب عشان أنت تتحكمي بالكمية اللي بتضيفيها، لأنه مرات تكون السلطات كتير صحية بس مرات بخربها شوي الصلصة اللي بتنحط عليها. طب أنت تتأيدي فيها. الخضروات إيش أكتر الخضروات اللي بتكون غنية بالمي؟ هلا كتير مهم خاصة بهيك أجواء نروح على الخضروات الورقية. أوكي فيها نسبة سوائل كتير كبيرة، مرات بكون في سلطة سبانخ خس ملفوف، كمان الخيار البندورة هدول فيهم نسبة سوائل كتير كبيرة. ويكون دائما قد ما بنقدر خاصة نخصص مثلا إذا أنت ما أكلتي السلطة على الغداء دائما الفطور في عنا بيكون بالبوفيه حاطين خيار مقطع جزر صح. مقطع هدول نحاول ناخدهم، يعني تحاولي تشبعي او تاخدي كميه من الاكل من هاي الخضار عشان انت بعدين اذا ما قدرتي تاكلي السلطه على الغداء او على العشاء تكوني ماخده حصصك الخضار الموجوده بالبوفيه. وكتير سهل بالبوفيهات انه انت تختاري صح. اوكي وكتير مهم انبه على شغله بالبوفيه، مرات ندخل احنا بنشوف لاقي كميات كبيره من الاكل بنكوم تطلع هيك الحلو مع المالح مع السلطات مع الخروف مع الهات مش رح يهرب الاكل، نخاف من التلبك المعوي اللي عم بيصير واللخبطه اللي عم بتصير كله. ربا بنقدر ناكله هذا كله بس على مراحل يعني بالترتيب. اذا انت قاعده 3 ايام يومين طب ما انت اذا اكلتي كل يوم إشي بعدين كثير مرات بنكون احنا جوعانين كثير فبتبدي باول البوفيه لما توصل لاخره لا بعرفش ايش في بعدين لا بعرفش شو بعدين بس بتحطي ممكن تاخذي لفتين ثلاثه حتى مرات مش بقولوا لما تطلع على الاكل بتشبعي زي اللي بطبخ بشبع ببطئ لنفسي. مرات لما تطلعي وتاخدي لفتين ثلاثة وتشوفي ايش الاكل الموجود توزنيها شوي ركز عقلاتك ونظم وجباتك عشان تعرفي ايش تاكلي. بتقدري تحطي من نعبي اول اشي من الخضار رح تعطيكي شعور شوي بالشبع وبعدين نبدأ من الاشياء التانية. يعني البيض في مقلي وفي مسلوق كله صح. موجود بالضبط. الجبنه في مقلي وفي عادي فانت بتقدري تختاري وكله زاكي كله زاكي ما في شيء مش زاكي. طب في مقوله بتقول اذا كنت جوعانه كثير اشربي مي قبلها بشوي بتخف الجوع صحيح؟ صح واحنا بنركز كثير على المي. هاي مره حكيتها اكثر بحلقه انه في دراسات اثبتت انه لما تشربي كاسه مي قبل الوجبه بيساعدك انه انت تاكلي كميه ليش انا هي على مبدا وسع بالمعنى تاكلي اقل. كتير بدي أركز كمان على الأطفال بهذا الجو، يعني أكثر الناس المعرضين لضربات الشمس سكري وأمراض قلب وكبار السن والأطفال فحتى لما يكونوا مبسوطين وعم بيلعبوا أنت بتقولي ما هم قاعدين بالمي ما المي بتيجي على راسهم. في ناس فكر إذا المي عم تيجي على راسهم خلاص بياخذ سوائل لا هدول أكثر فئة لازم نركز إنه كل دقيقتين والثالثين ركز نشربهم مي لأنهم بكونوا ملهيين معجوقين باللعب ممكن احنا ننسى حالنا نقعد على البحر وننسى مش حاسين لكميه السوائل اللي عم بيفقدوها بكميات كتير كبيره فهدول كتير معرضين انه يفقدوا كميات كبيره من السوائل نركز انه نعوض لهم اياها قد ما بنقدر. احنا مبدئيا كتير عم نفقد كميات هلا شو ايشك شو بلزمنا عصير برتقال يلا لا الك انت لانه هذا غني بالسكر انت بتعطيني الليمون الى الا شيء بالسعرات الحراريه بس عصير برتقال طبعا صحي يعني بدنا نركز انه نشربه طبعا في عندنا سوائل كثير كبيره والعجبني انه بتلاحظي عصير الفراوله هون ما في اللون اللي بكون كثير مبين انه مش طبيعي انه فيه منكهات او الوان صناعيه بيكون لونه على حمار كثير المرات لما يكون لانه لما تعمليه بالبيت لون. مش راح يكون كثير مخلوط فهذا بيكون مخلوط مع شويه حليب اكيد مخلوط مع شويه حليب طبعا. طيب ايش كمان ايش كمان بدنا نركز؟ بدنا نركز كمان على نركز على كل شيء بدنا نركز على
لما نطلع على منيو ونكون جوعانين ناخذ اول شيء هيك شيء خفيف، سلطه زي ما قلتي طبعا، بعدها ناخذ زي ما عملت ميس امبارح على الغداء، اخذت كله مرة بعضه سلطه مع شو اسمه مع من الجوع لانه تاخرنا صحيح وقت تنظيم الوجبات، هذا كثير هذا مهم الموضوع هذا كثير مهم. هلا في شغله كثير بقع فيها ناس من الاخطاء انه بفطر الصبح بقول خلص ما احنا بدنا نتعشى، لا هلا يعني وجبات خفيفه حتى على الغداء لازم ناخذ إشي، اذا انت مش قادر تاكل او انت عارف انه رح تتعشى عشاء كثير ثقيل ممكن ناخذ كثير في انواع من المقبلات بتكون سلطه مع شويه دجاج مشوي او شويه حلوم مشوي، هذه ممكن تعطيكي سوائل عم تعطيكي فيتامينات وبنفس الوقت عم تعطيكي شويه طاقه وما بتخليكي تشعري بالجوع، لانه واحده من الاسباب اللي بتخليك تشعري بالجوع انه انت تقعدي ساعات طويله مش ماكله صح، فهاي كثير مهم طبعا. وكمان إشي كثير مهم نركز عليه اللي هو غير الخضروات والفواكه والمي اللي هي قديش احنا عم نحط بالصحن نفسه، قديش بنعبي خاصه اذا كان في عندنا بوفيه على الغداء وبوفيه على العشاء، نحاول اول صحن بنحطه اللي هو يكون من السلطات، بعدين نحاول الصحن الثاني لما نقسمه ما يكون كله كمان مخلوط عده مصادر من النشويات، احنا دائما بنحكي النشويات هي مصدر للطاقه ولازم ناخذها ولازم نتناولها، بس هذا ما بيعني تحط حمص ورز وخبز ويعني عرفتي يعني نحاول نسيطر على حالنا وننظم الغذاء بالضبط. هذا يبقى شكرا لك. اهلا مايس. اهلا شكرا لكم. شكرا ديالا. ان شاء الله بتمنى انك تقضي وقت حلو مع عائلتك في منتجع وسبا كرام بلازا بحر ميت اليوم. شكرا لك.